أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، هل معنى هذا حفظكم الله أن هذه الطائفة لا يوجد فيها عالم؟ هم عندهم علم، عندهم علم، فالذي يقبض يحتمل أمرين. الذي يبقى، الطائفة التي تبقى وهي الطائفة المنصورة الظاهرة، يعني تفسيرها يحتمل وجهين: يحتمل أنهم علماء تقوم بهم الحجة، نعم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الله هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ريح تهب من المشرق، مسها مس الحرير وريحها ريح المسك، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه. وأنهم كذلك، يحتمل أنهم عندهم من العلم، عندهم من العلم ما يقيمون به حجة الله على الخلق، وإن لم يكونوا علماء، يعني علماء بلغوا مبلغ الراسخين، نعم، مثل أئمة التابعين ومن بعدهم، قد يكونوا عندهم شيء من العلم قد فاتهم، لكن عندهم من الأهلية ما يقيمون به حجة الله على الخلق، نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديثين.